أنا ما كان بدي إياكي تلبسي اللون الأبيض. خالتي، حتى مرت عمي ما كانت حابة إني ألبس أبيض، بس ما حدا فينا بيقدر يغير اللي صار. حالياً نحنا كلنا يا خالي لازم نتقبل الحقيقة وما فينا نتغاضى عنها أبداً. من شوي إجا لأشيش خبر كتير منيح. ماما، بابا. إيه ابني؟ عندي خبرين مناح. حفيدك الصغير طلع هلأ من الحاضنة وصرنا كتير منيح، نقدر نجيبه على البيت. إيه ممتاز. إيه وشو الخبر الثاني؟ نانديني قال لي الدكتور إنه في تحسن بحالته، قالوا لي شافوا إيده وهي مبلشة تتحرك. منيح كتير، سمعتوا؟ هاي الأخبار الحلوة. نانديني هلأ رح تتعافى. يا حبيب قلبي أنت طمنتنا، ومتأكدة نيناتهم رح يرجعوا بالسلامة. إيه أكيد. طيب نحن حزننا مع بعض، خلوني كمان شارككم فرحتكم. أنا بدي روح خبرها لسونا. ماما بدك تروحي معي على المشفى، الدكتورة قالت لي لازم جيب وحدة معي تستلم الطفل وتكون مثل أمه، لهيك بدي أقعد. أي أكيد أكيد رح أحمل حفيدي الصغير وجيبه لهون. يعني أنا شو اللي بده يفرحني أكتر من هيك يا قلبي؟ امشوا. خالتي أشيش. أمي شبك؟ خير شو صار؟ خالتي هاي نوبة ربو. ماما حبيبتي تعي. تعال عادي عدي على مهلك. ارتاحي ارتاحي. ماما ماما نفسي، حاولي تاخدي نفس. ماما خدي نفس. بابا أنا رح جيبه. أمي خدي نفس. عمي زفير شهيق وزفير. على مهلك على مهلك. ماما على مهلك. يلا أبني بخلى منه. عمهلك عمهلك عمهلك. شوي شوي تنفسي شوي شوي. ماما حبيبتي على مهلك. امشوا. لا استني، انت شكلك تعبان اليوم، انا برأيي بلا ما تروحي. كيف بدك تشيل الطفل وانت بهالحالة؟ ايه بس البخاخ عم بيريحني، عادي هلأ باخده معي. خلص انت لا تقلق، يلا امشوا. كروم استني، خلص بلا ما تروحي، ما في داعي تتعبي حالك أكتر من هيك. ما بتعرفي شو ممكن يصير معك، انت لازم تضلي وترتاحي بالبيت، وغير هيك انت ما فيك تعتني بالطفل. هذا الطفل الصغير بده سهر كل الليل، وأشيش بده يكون مع مرته بالمشفى ومانه معنا. وبالنسبة لمرت أخي سونا، هي فاقدة ابنها وما رح تقدر تساعدنا بالطفل الصغير. نحن حاليا يا كوروم ما رح نقدر نعتني فيه، لهيك ما في داعي تروحي على المشفى. بس نحن ما فينا نترك الولد موجود بالمشفى هيك لحاله، لازم نروح نجيبه ومنجيب له مربية وهي بتدير بالها عليه. ايه؟ لا يا خالتي، المربية بدها راتب شهري وكمان بدها إجازة يومين بالشهر، صدقيني ما رح تحن عليه وهي ممكن تقسى عليه. هالفكرة مو منيحة، هذا ابن رفيقتي نانديني أكيد ما رح يضل مع مربية. لا يا خالتي لا، ما رح نجيب مربية لتربي ابن رفيقتي نانديني. طيب شو رح نعمل؟ ناندو هي أعز رفيقة عندي، وهي الصداقة نحن اللي منختارها، والأيام هي اللي بتكبرها. أنا بعرف نانديني من صغري، وهلأ خلص رح أثبت أني صديقتها وإختها عن جد. أنا لازم كون وفية، ابنها لناندو بحاجة للرعاية صح؟ وأنا رح أكون مكان أمه، رح كون أم حقيقية. ميتري ليش؟ وكيف رح تقدري تربيه للولد؟ أنا
أنا رح ربي أشيش ومن كل قلبي كمان. أنا ربيت أخي ساشين من لما كان طفل، كان عمره 5 سنين. ماما لما تطلع من البيت كنت أنا اللي دير بالي عليه. بس يا بنتي، في فرق كبير بين طفل عمره 5 سنين وطفل عمره 5 أيام. الشغلة مو سهلة يا بنتي. طفل صغير كتير بيعبر عن اللي بده إياه بالبكي وبس. أنت كيف رح تقدري تعرفي شو بده؟ قليلي صح، أنا بحياتي كلها ما جبت ولد، بس صدقيني خالتي هذا الولد رح يكون مثل ابني تماماً. رح أعمل كل جهدي لربي، وإذا نصيبي إني يصير هلأ بدال أمه لابن أختي ناندوم فأنا ما رح أقصر، رح كون أم لإله. بس ميتري خالتي، أنا أمي رح أجيب لك مي. اهدي هي كيف رح تقدر؟ كلنا مستوعبين الوجع اللي عم تخفيه وراء ابتسامتها. في شي واحد بس بيقدر يخفف هالوجع هاد. احتمال كبير إن وجع ميتري يروح نهائيا لما تعتني بهذا الولد وتربيه. تفضلي اشربي مي. ميتري شكرا. يلا تعال بسرعة خلينا نجيب الولد. يلا نروح. وقفوا. أمي شوفي، نحن نسينا شغلة كتير مهمة. الكنة ما فيها تطلع من بيت زوجها قبل ما يمضي على زواجها 13 يوم. صعب نخلي مرت أخي تفهم. بس أنا رح حاول أقنع مرت عمي، وإذا ما وافقت رح أترجاها ورح أقدر أقنعها. رح أعمل كل شي بقدر عليه. ميتري انت رجعت من برا من بعد كذا سنة، قلت لي ما بقى تروح، قلت لي رح تضل معي على طول. انت وعدتني قدام كل الناس ابني انه ما تتركني. تعرف انه مرتك اللي تركتها ورحت هي مو مستعدة تلبس الساري الابيض من شانك؟ لا ميتري، اختي منهارة كتير بعد وفاة ابنها. إذا حكيتي معها هلأ مستحيل توافق ولا بشكل. امشي.